مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، حنا كنتواجدوا بالسينما الريف في مهرجان السينما الالمانيه اللي بدا البارح 8 وغيسالي نهار 12، يعني اختتامه يكون نهار السبت. الا بغيتوا تتعرفوا على السينما الالمانيه والثقافه الالمانيه يلاهو معنا. مرحبا بك سي خالد شوشو، انت فنان مسرحي وكتواجد بالسينما الريف، يعني ديما هذا المهرجان ديال السينما الالمانيه. يعني كي جاتك السينما الالمانيه؟ يلا غنشاهدوا الفيلم وكنتمناو ان شاء الله تكون واحد الفرجه ممتعه. وحنا سي فريد حنا فرحانين ملي رجعات القاعات السينمائيه تحلات ورجعات العروض الفنيه، وحنا الحمد لله سمعنا بما غيبداو مهرجانات. من ناحيه داس عندنا واحد عامين ما كنا كنشوف فيها لا افلام لا عروض مسرحيه لا سهرات، ولكن الحمد لله تدريجيا الامور غتكون بخير وعلى خير، وان شاء الله غادي نشوفوا التجربه الالمانيه وهاد الافلام بحال ما هكذا. هذا الشيء في اطار التبادل الثقافي، حنا بحاجه نشوفوا افلام امريكانيه افلام المانيه افلام اجنبيه، نتعرفوا على السينما العربيه وايضا السينما المغربيه. اذا احنا في الموعد وكنتمناو ان شاء الله تكون هذه هي البدايه، والله يرفع لنا هذا الوباء وترجع الحياه كما كانت ويرجعوا لقاعات السينمات، يرجع الجمهور للقاعات ديال السينما. عجبني الفيلم، فيلم جميل ومزيان، ثقافات تختلف تبدل يعني تتبدل بالمغرب، يعني تبادلوا الثقافات، تبادلوا الثقافه بالالمانيا وفرنسا واسبانيا. هذا فيلم جميل وعجبني على واحد الممثله اللي هي باغا تعرف الثقافات ديال العالم وباغا تعرف الثقافه ديال المغرب واسبانيا وكتبحث على هذا والفيلم عجبني جميل وفيلم الماني وهذا الشيء خصو يتكرر في المغرب، هذا الشيء جميل جميل. وكنشكر الناس المنظمين وهذا الشيء راه عجبني بزاف وكنتمناو ديما يكون كل سنه ان شاء الله.